ولنقاش ملف التوتر القائم بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية عقب اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة، ينضم إلينا عبر الهاتف من مدينة صيدا اللبنانية مدير المركز اللبناني للأبحاث والاستشارات حسان القطب. أهلا بكم سيدي. أهلا بكم. مقتل شخصية إيرانية مهمة مثل حسن فخري زادة دفع البعض للحديث عن مواجهة محتملة بين واشنطن وطهران، ما مدى صحة هذه الرؤية؟ إيران لطالما حذرت من أي عدوان يستهدفها أو أي هجوم يستهدف منشآتها أو أي شخصية إيرانية سواء في إيران أو خارج إيران، وحددت بأنها ستقوم برد عنيف وصادم وقوي ومزلزل وإلى ما هنالك من المصطلحات والمفردات. ولكن عقب مقتل أو اغتيال قاسم سليماني لم تقم إيران سوى برد استعراضي قصفت بعدد من الصواريخ قاعدة أمريكية في العراق. والآن يأتي هذا الاغتيال على الأراضي الإيرانية وليس خارج إيران، وبطريقة لا زالت إلى الآن مجهولة. لم تستطع إيران إلى الآن تقديم صورة واضحة عن عملية الاغتيال، كيف جرت أو كيف تمت ومن هم الذين قاموا بهذا الاغتيال. الصورة التي تقدمها إيران إلى الآن لا زالت ضبابية وغير واضحة، لذلك إيران لا تملك القدرة على الرد على هذا الاغتيال، لأنها تدرك تماما أن أي رد على الولايات المتحدة الأمريكية أو إسرائيل أو حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة سوف يواجه بحرب مفتوحة تؤدي إلى انهيار النظام الإيراني الذي يعاني من صعوبات اقتصادية ومشاكل اجتماعية وانقسامات داخلية. فلذلك إيران الآن تعاني من أزمة حقيقية في الداخل كما في علاقاتها مع الخارج. عدم الرد الإيراني معناها أن هذا النظام ضعيف وغير قادر على المواجهة، والرد سوف يقود إلى حرب مدمرة قد تؤدي إلى انهيار النظام وخروجه من الساحة الدولية والإقليمية. بالمقابل قالت صحيفة غارديان البريطانية أن سرية اجتماعات بومبيو مؤخرا ترجح وجود اتفاق على إضعاف النظام في طهران. في حال اتخاذ مثل هذا القرار، كيف تتوقع آليات تنفيذه وفعاليتها قبيل مغادرة ترامب للبيت الأبيض؟ الجميع يتحدث، جميع المراقبين وحتى السياسيين يتحدثون عن أن الفترة الباقية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض الأمريكي قد تحمل مفاجآت كثيرة أو عمليات تصعيدية تستهدف الدور الإيراني والحضور الإيراني على الساحة الإقليمية. لكن أيضا يجب أن ننظر بجدية كبيرة إلى ما يجري على الساحة من تغير في التحالفات، حيث عمليات التطبيع التي جرت في المنطقة بين إسرائيل وبعض الدول الخليجية، مما جعل إسرائيل على الحدود الإيرانية مباشرة في منطقة الخليج. كذلك ما جرى في أذربيجان من معارك ما بين أرمينيا وأذربيجان وخسارة أرمينيا حليفة إيران القوية، مما يعني أن الجميع أصبح الآن حول إيران. بعد أن كانت تهدد بالتلاعب بالاستقرار الإقليمي في المنطقة أصبح الجميع على حدودها الآن، وأصبحت تعاني من مشكلة حقيقية. وقد قال منوشهر متقي وزير الخارجية السابق الإيراني أن إيران قد تضطر إلى استدعاء كافة عناصرها وحتى مؤيديها إلى الداخل الإيراني لحماية حدودها ولضبط الوضع الداخلي ومنع القوميات والأقليات من المطالبة باستقلالها والخروج على النظام المركزي في طهران. إذن إيران تعاني من أزمة حقيقية نتيجة الضغوطات الاقتصادية والحصار السياسي والمالي، مما أضعف النظام وأضعف دوره في الداخل كما في الخارج. كما أن الهزائم الإيرانية في الخارج، خسارة الدور الطليعي في العراق، لم يعد إيران دورها أساسي في العراق، كذلك على الساحة السورية حيث تتعرض لغارات شبه يومية من الطيران الإسرائيلي ومن طيران مجهول لا يتم تحديد أي طيران، وخسائر حلفاء إيران في المنطقة، يجعل هذا النظام فعلا هو عاجز ولا يثق به جمهوره أو حتى من يؤيده على الساحة، ويدرك أن خسارة إيران هي خسارة ستكون شاملة لكافة الحلفاء والمؤيدين في المنطقة. السياسة الأمريكية بدأت تؤتي ثمارها في المنطقة، ولن تسمح الولايات المتحدة لإيران بالإمساك بالمعابر البحرية سواء في البحر الأحمر أو في الخليج لمنع الإمدادات النفط أو الغاز وحتى الإمدادات الأخرى في المنطقة. وما يقوم به الحوثيون الآن من زرع ألغام في البحر الأحمر، هذا سوف يشجع على ضرب
كافة الأدوات الإيرانية وحتى إضعاف النظام الإيراني أكثر فأكثر، لأن العبث بالممرات المائية الدولية يشكل خطر على الاستقرار العالمي، استقرار الاقتصاد واستقرار إمدادات النفط والطاقة التي العالم بأسره وبحاجة إليها. في ظل كل هذا التوتر الذي تشهده المنطقة وتشهده إيران أيضا على الصعيد الداخلي، ما التحديات التي تقف أمام الإدارة الأمريكية الجديدة مع جوزيف بايدن حيال كل هذه التطورات في إيران؟ إيران تراهن دائما على المتغيرات ضمن الإدارة الأمريكية أو أي إدارة ديمقراطية أخرى سواء في العالم الغربي سواء في أوروبا أو في الولايات المتحدة. الآن عند استلام بايدن للسلطة شهر كانون الثاني يناير، لابد له من وقت معين على الأقل 3 أشهر حتى يتم تحديد الوزراء المعنيين وموافقة الكونغرس عليهم ولرسم لفهم ما جرى في السابق ثم لدراسة الخطوط العريضة للسياسة الأمريكية. هذا الوقت الضائع تعتبر أنه مكسب لها بحيث تستطيع إعادة ترتيب أمورها وتقديم صورة جديدة عن نفسها. وقد قال هذا الكلام وزير الخارجية جواد ظريف منذ أيام عندما تحادث مع أمير قطر، وقال بأن الأشهر المقبلة سوف تشهد تغييرا حقيقيا في السياسة الإيرانية بحيث يتم التقارب مع الأصدقاء والأخوة في منطقة الخليج. دائما إيران عندما ترى نفسها في زاوية ضيقة وأن خياراتها أصبحت محدودة أو شبه معدومة تلجأ إلى الحوار وفتح ملفات الحوار والحديث عن الأخوة الإسلامية والأخوة بين الشعوب وضرورة التعايش وبناء مستقبل واعد وزاهر. ولكن عندما ترى في نفسها بعض القوة أو تلمس ضعفا عند الآخرين تبدأ بالتهديد وبالتحذير وبإصدار التهديدات وحتى ممارسة بعض الممارسات الإرهابية في المنطقة. إيران يعد يثق بها المجتمع الدولي نتيجة عدم التزامها بالقرارات الدولية وبالالتزامات التي سبق أن وعدت بتنفيذها. شكرا جزيلا لك مدير المركز اللبناني للأبحاث والاستشارات حسان القطب، حدثنا عبر الهاتف من مدينة صيدا اللبنانية.